ننتقل إلى الخبر الثاني من صحيفة السوداني، وفيها نطالع محادثات سودانية إسرائيلية بأبو ظبي تثير غضب وزارة الخارجية. احتضنت دولة الإمارات العربية محادثات رسمية سودانية إسرائيلية تركزت حول التعاون المستقبلي بين البلدين، فضلا عن التعاون الثنائي في مجالات التعليم والتدريب والتكنولوجيا. وتجري هذه المحادثات التي يقودها وزير العدل من الجانب السوداني وسط احتجاج شديد اللهجة من وزارة الخارجية في الخرطوم. إذن يعني محادثات سودانية إسرائيلية بحسب الخبر، ووزير العدل السوداني يتلقى أو يلتقي نائب وزير الخارجية الإسرائيلية لمناقشة الاهتمامات المشتركة وبحث سبل التعاون. كيف تقرأ ذلك؟ يعني لا أستطيع قراءته مفصولا عن زيارة سرية تمت قبل 10 أيام لتل أبيب من قبل بعض القادة العسكريين. لكن بيان وزارة الخارجية أخرج الأمر إلى الملأ، وأوضح تماما أن محاولة الغفز في العمل الدبلوماسي والتدخل في عمل وزارة الخارجية اللي هي عندها خطة محددة واستراتيجية للعمل. ما هذه الخطة برأيك؟ يعني عندها استراتيجية للعمل مع العالم الخارجي. حتى الكيان الصهيوني هناك سيناريوهات للتعامل معه وضعته وزارة الخارجية، لكن لغة وزير العدل بيأتي بطريقة دون اتفاق مع مجلس الوزراء، بدليل بيان وزارة الخارجية، بيأتي في وقت البلد بتشهد فيه معركة دستورية وقانونية كبيرة جدا جدا، وفي حقوق دستورية بتنتهك في هذه الأيام، وفي كثير من المطلوبات لم تنفذ، يعني مفوضية الانتخابات، مفوضية حقوق الإنسان، مفوضية الدستور، القوانين دي كلها لم تتم حتى الآن. لماذا لم تتم؟ بطء من وزارة العدل، يعني وزير العدل يبحث بطيء هنا وينشط في الملفات الأخرى، يعني يبحث هذا ما توقف يبحث عن ملفاته في تل أبيب، بينما أن ملفات الخرطوم هي الأعجل وهي الأهم. طيب، بعض المراقبين يعني يرون نائب عدل الخارجية من هذا الملف له علاقة بموقف حزب الأمة المبدئي من فكرة التطبيع، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول وهو معيار اختيار المنصورة مريم الصادق لهذه الحقيبة. يعني كيف تعلق؟ يعني حزب الأمة لديه رؤيته الخاصة كحزب، لكن حكومة الفترة الانتقالية لديها رؤية في التعامل الخارجي مع دول العالم غاطبة حتى الكيان الصهيوني، بالتالي تخلح عباءة الحزب عندما يدخل الشخص إلى الوزارة ليتعامل وفق الخطة والاستراتيجية الخاصة بوزارة الفترة الانتقالية.